اسمك ايه؟ اسمي حسن. عملت النهارده في التاريخ حسن؟ النهارده الامتحان كان صعب جدا، كان في مستوى الطالب المتفوق قوي يعني، والامتحان كان جاي كبير جدا، المقالي كان جاي كتير جدا برضو، والاختيارات كان جايه كتيره جدا، وكانت ما وما كانتش جايه مباشر خالص. الامتحان بصراحه كبير قوي، والاسئله مش جايه مباشر، وحاجه صعبه يعني. يعني بيعلم بلا ربنا، احنا كنا بنعاني فوق في اللجنه، ما كناش عارفين نحل حاجه يعني. بس هو ده اللي حصل كله يعني. التركات وعنوة مثلا جاتك في الامتحان اللي هي كانت صعبة جدا يعني، مش عارف كانت أجي صعبة، محدش حل حاجة عموما في الامتحان كله، أو طبعا احنا محدش فينا حل حاجة، كله طالع محلش حاجة أصلا، وكلنا يعني كل يعني حكي فيه كام سؤال برضو كنا برضو متأكدين منه، نزلنا نشوفه إذا كان صح ولا غلط، طلع برضو غلط الامتحان. يعني الامتحان جاي صعب جدا بطريقة يعني ما بالله ربنا، الحمد لله على كل حال. فتحي عبد العزيز، ده كان سؤال ولا سؤال غلط؟ لا، الامتحان كان صعب جدا. الامتحان كان جاي النهارده في مستوى الطالب المتفوق زي كل مره طبعا، بالنسبه للامتحانات الثقافيه او اصعب الامتحانات في الشرع او العربي زي الفقه مثلا او النحو. الامتحان النهارده كان صعب جدا، غير مباشر، حرفيا ما فيش سؤال مباشر الا ما يقارب بنسبه 10% اسئله مباشره، باقي الاسئله كلها غير مباشره طبعا، حرفيا حرفيا كل الاسئله غير مباشره، بالذات لما يسالني من حكام مصر وفي الاخر يجيب لي سؤال عن الدستور، السؤال بيتكلم عن الدستور وهو طالب مني من حكام مصر، فحرفيا لا الاسئله جايه بطريقه لفه جدا. يا رب بقى يكون التنسيق على كده كويس وبس. امتحان طويل وامتحان صعب، ففيش يعني الامتحان كله يعني اختر كله جاي على نظام التربيه والتعليم، مفيش غير نقطة أو نقطتين من 19 نقطة أخطر جاية على نظام الأزهر، هو جايب الباقي كله على نظام التربية والتعليم. والأسئلة المقالية جايب حاجات فيها أسئلة غير مباشرة، مفيش غير يعتبر نقطة ولا نقطتين بس اللي مباشر، الباقي كله غير مباشر يعني بالمرة حرفيا. يعني أغلبية الامتحان مثلا لو عملنا نسبة الامتحان 85% من الامتحان أسئلة غير مباشرة، احنا حلينا الامتحان ببركة ربنا حرفيا، دخلنا الامتحان حلينا الحمد لله رب العالمين ببركة ربنا، احنا مش عارفين احنا جايبين كام اصلا، يعني لو عدينا ال 20 ده كده احنا كده عملنا الواجب وزياده، اصل احنا ما نتعودش من طول من اول السنه لغايه اخر السنه، احنا متعودين على الازهر ان احنا بنحل اسئله مباشره، ما نجيش نتعود على الكلام ده كله ونتعود في الامتحانات السنين اللي فاتت. انا حالل حوالي 10 امتحانات، ما اجيش احل 10 امتحانات اسئله مباشره كلها، اجي في امتحان زي ده يجيب لي كل الاسئله غير مباشره، امال انت بتعودني ليه طول السنه على الاسئله المباشره؟ ما تعودنيش على الاسئله المباشره وتجيب لي اسئله غير مباشره، عرفني ايه دنيتك، او على الاقل انت جايب مثلا في الامتحان التجريبي 10 مباشر و10 غير مباشر، ماشي احنا متعودين على كده ماشي هنعديها، بس مش 17 غير مباشر واثنين مباشرين بس، مش حاجه منطقيه. مؤمن ايمن، الامتحان كان صعب ولا سهل؟ الامتحان كان صعب، كان صعب وطويل. يعني في مثلا كانت تركات معينه عملتها؟ هو كان في حاجات لفه، ما كانش مثلا في التواريخ ما كانش يقول لنا اذكر مثلا حاجه في التاريخ ده معينه، يجيب يعني مثلا حاجه من قبل التاريخ ده او بعد التاريخ او حاجه مشتركه حصلت في التاريخ ده وكده. هو يعني مثلا بالنسبه لوقت الامتحان مثلا كان الامتحان هو كان كافي، كان الوقت كافي، 3 ساعات كانت كويسه.